السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فلا يخفى عليكم أننا خلقنا في هذه الحياة الدنيا، ومن مقاصد خلقنا الابتلاء. نعم، لقد قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأيضا فقد قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فخلقنا للابتلاءات وللاختبارات، فكل منا مبتلى بما هو فيه. هنالك ابتلاءات بالسراء وابتلاءات بالضراء. الابتلاءات بالضراء كثيرا ما يتفطن لها أصحاب الابتلاءات، فالمريض المبتلى يتفطن لأنه في ابتلاء وامتحان، والفقير المبتلى كذلك. لكن الذين ابتلوا بالخير قل منهم من يتذكر أنه في ابتلاء. فحديثنا في هذه الدقائق المعدودة إن شاء الله عن الابتلاء بالسراء. فالسراء تنسي، السراء تنسي، تنسي الشخص ذكر ربه، وكما قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، وكما قال تعالى: ثم إذا خولناه نعمة منا نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. فالناس الذين ابتلاهم الله بالسراء، سواء ابتلاهم بالمال الوفير أو ابتلاهم بالصحة والعافية في الأبدان، أو ابتلاهم بالبنين، أو ابتلاهم ربي بالمناصب أو غير ذلك من صور النعيم، قل منهم من يتذكر أنه في ابتلاء. قل منهم من يتذكر أنه في ابتلاء ويقدم لذلك شكرا. وصدق الله إذ قال: وقليل من عبادي الشكور. فأذكر بشيء من هذا الباب. أولا، هناك عدة أدلة من كتاب الله على أن الابتلاء قد يكون بالسراء. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال سبحانه: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ذلك ابتلاءات بالسراء، قل كما سمعتم من يتفطن لها، ولكن الأذكياء العقلاء يتفطنون لذلك، يتفطنون لذلك. فسليمان عليه الصلاة والسلام أعطي من النعيم الدنيوي ما لم يعط أحد بعده، كما قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فصور النعيم كانت مع سليمان عليه الصلاة والسلام بإذن ربه ومن الله سبحانه. فسليمان عليه السلام لما بلغه عن ملكة سبأ ما بلغه، وجاء الهدهد وعلم علما لم يعلمه سليمان عليه السلام، علم علما لم يعلمه سليمان، فقال: أحط بما لم تحط به. هدهد يعلم ما لم يعلمه سليمان، مع أن سليمان مسخرة له الجن،
سخرت لسليمان عليه السلام الجن، ومع ذلك الهدهد علم ما لم تعلمه الجن وما لم يعلمه سليمان عليه السلام. وجاء يقول سليمان: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. جاء الهدهد: في شيء يحدث في الدنيا وأنت تجهله، أنا عرفته وأنت لم تعرفه، أنا عرفته وأنت لم تعرفه. وجدت امرأة تملكهم وأتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقوما يسجدون للشمس من دون الله. الشاهد في القصة المطولة أن سليمان تأكد من صحة الخبر بعد أن تثبت، وهذا شأن الأنبياء. لما قال له الهدهد المقولة والهدهد في موضع التهم، قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. تأكد سليمان من صحة الخبر فقال لجنوده: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، أيكم يأتيني بسرير الملك الذي تجلس عليه في بلاد اليمن إلى بلاد الشام قبل أن يأتوني مسلمين. فبدأت العروض تقدم لسليمان عليه السلام. عفريت من الجن قال: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. هذا عرض يعني لا يتصور، قبل أن تقوم من مقامك يأتيك عرش ملكة سبأ من دولة لدولة قبل أن تقوم من مقامك، لكن هذا عرض هناك ما هو أفضل منه. قال: الذي عنده علم من الكتاب. فالعلم هنا سبق القوة. أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. تنظر تغمض خلاص، رجعت البصر جاء أمامك. أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. ما هناك حتى فرصة، ما هناك وقت نقول هات أو مجيب، لا. فلما رآه مستقرا عنده انتبهوا وتعلموا من الأنبياء في غاية من الذكاء سليمان عليه السلام، وهكذا الأنبياء كلهم. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي. لم ينسى. لماذا هذا الفضل؟ ليبلوني أأشكر أم أكفر. اللي حصل هذا لا يحدث خبط عشواء، ولا يحدث بلا علل ولا فوائد، إنما قال سليمان عليه السلام: هذا من فضل ربي ليبلوني ليختبرني أأشكر أم أكفر. ويقرر القاعدة: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. فهلا قال تاجر من التجار الكبار لما يرى الأموال عنده والسيارات والعمائر والقصور والفلل: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر؟ هل قال رئيس أو ملك أو وزير أو أمير أو أي ذي منصب: هذا ما أنا فيه من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر؟ صدق الله إذ قال: وقليل من عبادي الشكور. فعلى كل منعم عليه، وحتى تدوم عليه نعمة الله، وحتى تحفظ نعمة الله عليه، أن يقدم لها شكرا. إذا كنت معافا في بدنك، قويا، غيرك يشتكي من الالتهاب الكبدي، غيرك يشتكي من الفشل الكلوي، غيرك يشتكي من ألم في عينيه أو وجع في ضرسه، وأنت معافى، هل ذكرت أنك معافى فقلت الحمد لله على العافية؟ هل قلت الحمد لله على العافية؟ أنت ذاكرت في الثانوية وبذلت كل ما عندك من جهد وتفوقت ودخلت أرقى الكليات، وغيرك لكن لم يؤت فهما كفهمك، بل عقله الذي رزقه أقل من عقلك في هذا الباب. هلا شكرت وقلت الحمد لله؟ ربي أوزعني شكر نعمك. قل من يتذكر نعم الله تبارك وتعالى عليه. الإنسان بعمومه إلا من رحم الله جاهل،
الله قال في كتابه الكريم: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، ابتلاه بالخير يعني، فأكرمه ونعمه، أكرمه بالسعة والنعيم، فأكرمه ونعمه يظن أن هذه كرامة من الله، يقول ربي أكرمن، ربي أكرمني، ربي يحبني وأكرمني. وأما إذا ما ابتلاه، ضيق عليه، فقدر عليه رزقه، فيقول ربي أهانن، ربي أهانني، لم يرزقني إذا أنا مهان، لماذا ربي أهانني؟ وإذا أنعم عليه يقول ربي أكرمني. ليس هذا هو الميزان، ليس الميزان سعة الرزق أو ضيق الرزق، ليس هذا الميزان أبدا. الميزان تقوى الله وشكر النعم والصبر على الابتلاءات، هذه هي الموازين الحقيقية. شكر النعم إذا أنعم عليك، وصبر على الابتلاءات إذا ابتليت، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. البنت الوسيمة الجميلة إذا وقفت أمام المرآة، من الذي صورها هذه الصورة وهي في بطن أمها؟ الله سبحانه الذي صورها هذه الصورة وهي في بطن أمها، كما قال تعالى: ويصوركم في الأرحام كيف يشاء. هلا قالت الحمد لله يا رب أشكرك أنت خلقتني على هذه الخلقة الطيبة الحسنة، غيري ابتليته في صورته، لك الحمد يا ربي، لك الشكر يا ربي. بمثل هذا تحفظ النعم. وستسأل هذه الفتاة الحسناء عن الجمال، ماذا صنعت فيه؟ هل فتنت به رجالا؟ هل أغوت به شبابا؟ أم أنها تعففت وأحصنت نفسها وأحصنت فرجها إلا على زوج لها إذا تزوجته، وحافظت على نفسها ووقارها وحيائها؟ ستسأل هذه الفتاة. هل ذكرت الفتيات الحسنوات أنهن في ابتلاء؟ الدميمات عرفنا وعرفنا أنهن في ابتلاء، لكن هل هذه الحسناء شكرت نعمة الله تعالى عليها؟ إن كثيرا من الناس أيها الإخوة يخفق في هذا الامتحان. أنت ممتحن بالخير أو بالشر. إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكرنا في حديثه ثلاثة أشخاص من بني إسرائيل، كما لا أخفى عليكم وحديثهم طويل، أبرص وأقرع وأعمى، كل واحد فيه علة، أبرص وأقرع وأعمى، ثلاث علل، ومع العلل الثلاث كل واحد أيضا مصاب بالفقر، أني فقير وأعمى، فقير وأبرص، فقير وأقرع، فهو جمع بين الضر في البدن فقرا فقرا. أراد الله أن يبتليهم، والله يبتلي من يشاء. الحديث لا يخفى عليكم، أرسل ملكا في صورة رجل فقال للأعمى: هل تريد شيئا؟ قال: نعم، أريد أن يرد الله إلي بصري، الله إلي بصري. فمسح عينيه بإذن الله والشافي والله، فبرئ في العين وأبصر. تجد شيء آخر، قال: يا رب شاء أستعين بها بعد الله على قضاء حوائجي، فأعطاه شاة وقال: بارك الله لك فيه. تكا ولدت الشياه، ولدت شياه، وامتلأ الوادي بالشياه. فبعد أن كان في ابتلاء بالضر في بصره وفقر، أصبح معافى في البدن وعينه ردت إليه، رد إليه بصره، وأيضا ماذا كان؟ امتلأت الوديان بالأغنام. ذهب للأقرع نفس السؤال،
ثالث شيء يقول هذا القرع الذي قذرني الناس بسبب الناس باللفظة المصرية يترفوا يجلسوا جنبي، مش مجرد صلع، لا قرع وبتلاء في الرأس، ناس حياء رأسه، اللهم ادفع عنه البأس ذهب البأس. تريد شيئا بقرة، أريد بقرة أو ناقة، فأعطاه ناقة فولدت وقال اللهم بارك له فيها، ملأت الوديان أبقار أو إبل، وذهب للأبرص فقال اذهب عني هذا البرص الذي قذرني الناس به، وأحد لا يرضى أحد يسلم علي ولا أحد يجالسني تقززا مني، مسح فأذهب اللهم به كما لا أخفى عليكم. وبعد أعطاه بقرة ملأت الوادي أبقار، فأصبحت أبقار وأغنام وإبل لكل واحد من الثلاثة واحد، وذهب المرض، ذهب الفقر وذهب المرض. ودخلنا في مرحلة ثانية وهي مرحلة الابتلاء بالغنى، أصبح عند هذا وادي من الإبل، وادي كبير مليء بالإبل لا يحصى عددها إلا الله، وهذا بقر وهذا غنم. جاء نفس الرجل فقال لصاحب الإبل مسافر، أنا رجل مسافر وابن سبيل، يعني ليس لي أقارب في البلاد، كأني نسبت إلى ابن الطريق، أنا ابن الطريق لأن ليس لي أحد، لا قريب ولا صديق ولا واحد، مسافر وابن سبيل، انقطعت بي الحبال، وسيلة الرجوع والمواصلات إلى بلدي منقطعة، ما عندي شيء أركب كي أسافر إلى بلدي، أسألك بالتي أعطاك هذا الشعر الحسن والوجه الحسن والإبل الوفيرة، ناقة واحدة أتبلغ بها في سفري إلى بلادي، فماذا كان الرد عند الابتلاء بالسراء هذا الذي كان أبرص يوما ما؟ الحقوق كثيرة والديون كثيرة، الحقوق كثيرة، مجهزين الأغنياء، مجهزين أجوبة للفقراء عياذا بالله، مجهز جواب، أما الفقير يقول لك يا أخي ما مستطيعين نأدي الفرض نأدي النفل، الديون كثيرة والطلبات علينا كثيرة، مجهزين ردود، الحقوق كثيرة والديون كثيرة والإنفاق كثير علينا، يا أخي أنا ناقة واحدة، أنت عندك وادي من الإبل، ناقة أتبلغ بها في سفري لأهلي. قال الحقوق كثيرة، ورفض أن يعطيه الناقة. فقال مذكرا كأني بك، هل فاكر يعني أنا أذكر، كأني بك رجل أقرع وفقير، وجهك به رأسك قرع وأنت فقير، لم تكن كذلك؟ قال لا، أنا ورثت هذا المال كابر عن كابر، أب عن جد عياذا بالله. فقال إن كنت كاذبا سيرك الله إلى ما كنت عليه، وذهب للأبرص فقال يا أخي كما قال الأول، عابر سبيل تقطعت بي الحبال، لا بلاغ لي إلا بالله، ثم بك بقرة تبلغ بها في سفري، أحلبها لأولادي. فقال الحقوق كثيرة والديون كثيرة، فقال نفس المقولة للأول، كأني بك أبرص تقذرك الناس فقيرا. قال أنا ورثت المال كابر عن كابر، أبي وجدي وأجدادي كلهم أغنياء وكبراء. فقال إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت، وذهب للأعمى وقال له نفس المقولة، شاه أتبلغ بها في سفري؟ قال أنا كنت فقيرا فأغناني الله، وكنت أعمى فرد الله إلي بصري، فاذهب أمامك هذه الأغنام خذ منها ما شئت ودع ما شئت، والله لا أجهدك بشيء أبدا، خذ ما شئت. فقال أمسك عليك مالك، فإنما ابتليتم،
مسك المال وأغناه الله، والآخرون البقر بعد أن كان يتولد نزلت فيه شوطة كما يقولون، كل البقر انتهى ومات ورجع أبرص كما كان، والأقرع كذلك كل الإبل ذهبت ورجع أقرع كما كان. فكم شخص نجح في الاختبار؟ السراء اثنان نجح، اثنان رسب واحد نجح، اثنان رسب واحد نجح، وقليل من عبادي الشكور، قليل من عبادي الشكور. فالابتلاء بالسراء قل من يتفطن له أنه ابتلاء، والحمد لله نحن في ليل ونهار نحمد الله على نعمة العافية. غيرك أحيانا عنده شلل، ما يستطيع يمد رجله، ما يستطيع يفرد أصابعه، أصابعك ومفاصلك تحرك الرقبة تحرك الكوع، في غيرك ابتلي لا يستطيع أن يلف الرقبة، لما يأتي برباط رقبة واقف كده مقمح مقمح دائما حتى يستقيم حاله. فاحمد الله على العافية، احمد الله على العافية التي أنت فيها. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم ظهرا وهو سيد ولد آدم للمعلومين كما لا يخفى عليكم، سيد ولد آدم، ولم يكن أغنى الناس، إنما أغنى الناس نفسا وعفة وعفافا. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من البيت في الظهيرة، ما الذي أخرجه هو سيد ولد آدم؟ أخرجه الجوع، ما في البيت طعام ولا شراب. فالتقى الرسول بأبي بكر وعمر، قال ما أخرجكما هذه الساعة؟ قال الجوع يا رسول الله. قال وأنا والذي نفسي بيده، أخرجني الذي أخرجكما، أخرجني الذي أخرجكما. قال تعالوا نذهب إلى صاحب لنا من الأنصار يستضيفنا في يومنا هذا. فذهب إلى الأنصاري فلم يجداه، ووجد امرأته، أين فلان؟ قال ذهب يستعذب لنا الماء يا رسول الله، يعني يأتينا ببعض الماء العذب. أنتم ليل نهار أيها الإخوة والأخوات في ماء عذب لا تشكر الله، قل من يشكر الله. أنت الحنفية ما تفتح تنزل الماء، لا ما كانش هكذا. ذهب يستعذب لنا الماء، يبحث عن ماء عذب يأتينا به نشرب. انتبهوا يا إخوة انتبهوا، هلما يا رسول الله ادخل ومن معك. دخل النبي ومن معه، فيجوز دخول أكثر من رجل على المرأة ما دام يعلم أن الزوج يوافق. فرجع الأنصاري وجد الرسول وصاحبيه أهلا ومرحبا، ما على وجه الأرض أحد أكرم أضيافا مني هذه الليلة أو هذا اليوم. وذهب وأتى بشاة، قال النبي إياك والحلوب، ده الحلوب تحلب وتستفيد من لبنها. فأتى بشاة وذبحها وأكل النبي وصاحباه وشرب من الماء البارد وانصرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخرجكما الجوع من بيوتكما، فما رجعتما حتى أصبتما من هذا الطعام لحم وماء، والله لتسألن عن نعيم هذا اليوم، والله لتسألن عن نعيم هذا اليوم. وفي روايات أخر أن بعض الصحابة يقول للرسول وأي نعيم هذا، إنما هما الأسودان التمر والماء. وقال النبي لتسألن يومئذ عن النعيم، ستسأل عن النعيم الذي أنت فيه، ثوب أنت فيه جميل ستسأل عنه، لقمة الحمد لله سدت جوعتك ستسأل عنها، عافية في بصرك الحمد لله أنت ترى غيرك لا يرى، كل شيء فيك يحتاج إلى حمد كما قال الرسول يصبح فيه أو في ابن آدم 360 مفصلا، على كل مفصل منها صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس.
كل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، كل المفاصل هذه تحتاج إلى شكر. الحمد لله الحمد لله. الركب تحتاج إلى شكر، الجوانب، كل مفاصل الظهر، كل ذلك يحتاج إلى شكر. يجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما ابن آدم من الضحى. فقل من يقدم هذا الشكر لله. أنت الحمد لله قمت وتتقلب على الفراش، غيرك لا يستطيع يا أخي أن يتقلب، غيرك لا يستطيع. احمد الله على هذه النعمة، لا تكفر نعم الله عليك أبدا. ذكرت أمثلة كثيرة في هذا الباب في كتاب الله. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. أخفقوا أبوهم كان صالحا ينفق في الخير ويبذل يمينا وشمالا من الحديقة والبستان، ولما مات قال أبونا كان رجل سفيه ما يعرف يحسن التصرف، ينبغي أن نثمر أموالنا وأن ننميها، وعزموا على البخل، دمرت الجنة تدميرا. الثاني المضروب له مثل في سورة الكهف، واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها، أثمرت أتم الثمار ولم تظلم منه شيء، ما نقصت شيء، الثمار جاء على أفضل حالة. واضرب لهم مثل رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل، صور من نخيل وهما من أعناب، وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها، أثمرت أتم الثمار ولم تظلم منه شيئا، لم تنقص منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر من كل أنواع الثمار الأخرى. فماذا عمل في هذه النعمة؟ قال يا رب قال يا رب الحمد لله كما أعطيتني، لك الشكر يا ربي. لا، ما قال ذلك، ما قال ذلك. قال لصاحبه أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، هكذا قال، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، يقول بجهله وغبائه ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ما أظن أن تبيد هذه أبدا، كيف تبيد هذه؟ وبعدها حمله النعم على الكفر، فقال وما أظن الساعة قائمة. شوف أعماه، أعماه الغنى إلى درجة أنه يقول إيه، وما أظن الساعة قائمة، ما فيها يا أخي ساعة. ولو فرض على فرض أن في ساعة، الذي أكرمني في الدنيا سيكرمني في الآخرة، عارف أني من أنني من أهل الاستحقاق. ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، وعارف أنني أستحق وأنني بذلت جهد وأنني وأنني، فالذي أكرمني لن سيكرمني فيما بعد، كما قال الآخر المذكور في سورة فصلت، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. هل أكرمني في الدنيا سيكرمني في الآخرة، كما قال العاص بن وائل السهمي الكافر، الذي هو والد عمرو بن العاص، عمرو مسلم وأبوه كافر، العاص بن وائل السهمي، كما قال خباب بن الأرت كنت قينا كنت حدادا فعملت للعاص بن وائل، عملت له أسهم ثم جئت أتقاضاه، قال لن أقضيك حتى تكفر في محمد. قلت أنا أكفر بمحمد؟ والله لا، والله حتى يميتك الله، يميتك الله، يميتك الله ثم يحييك. قال أنا أموت، أنا وأنا ميت ثم حي. قلت نعم. قال إذن سأقضيك يومها. فنزلت الآية أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول، نورثه كلماته، سيرث كلماته التي قالها. ويأتينا فردا لا معه أهل ولا معه مال ولا معه نادي ولا معه أقرباء، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. أيها الإخوة، الغنى يطغي. ولا تخفى عليكم قصة قارون، هو كان واحد من قوم موسى، أغناه الله فبدأ البغي والعدوان ويتهم موسى بأنه يفعل ويفعل ويرتكب محرمات ويلصق به التهم ويأتي بامرأة
بغي من البغاء على ما في الموقوفات، يجعلها تتهم موسى بالزنا أمام الناس، حيل ومكر. في الأثر موقوف بسند صحيح لكن ليس عن رسول الله، أن موسى عليه السلام قام خطيبا في بني إسرائيل، خطب خطبة عظيمة وجلت منها القلوب، فتواطأ قارون لا يرضى بالخير مع امرأة من البغايا، خذ 2000 دينار واتهم موسى. أخذت 2000 دينار وضعتهم في أقماء وأمام الملأ. قام قارون: يا كليم الله، يا كليم الله، ما تقول في الزاني المحصن؟ قال: أقول يرجم، الزاني المحصن يرجم. قال: انظر يا كليم الله، ما الحكم في الزاني المحصن؟ قال: يرجم. يا كليم الله، أعد النظر، ماذا تقول في الزاني المحصن؟ قال: يرجم. قال: إذن اسمع. فقامت المرأة وقالت إن موسى عليه السلام فعل وفعل أمام الناس، أمام الناس فضائح كما، لكن ربي ثبت موسى. الأثر موقوف. فقال لها موسى عليه السلام: وسبحان من أنطق بالحق، أناشدك الله الذي أنزل الألواح وفلق البحر، أكان هذا؟ المرأة ارتجفت وقالت: أما وقد ناشدتني، فلا والله ما حصل، ابن عمك أعطاني 2000 دينار من الدنانير لكي أقول ما قلت. ماذا كان؟ هل شعر قارون أنه أن الذي هو فيه من عند الله؟ أبدا. يعني يقول: إنما أوتيت على علم عندي، أنا خبير بالتجارة وخبير بالزراعة وخبير، رجل أعمال كبير. في كم من رجل أعمال فشل؟ أنت من الله عليك بجمع مال، لا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. ولكن الغرور أخذه وبغى على الجميع، وضعفاء الإيمان بدأوا يريدون أن يكونوا مثل قارون، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. وقف أهل العلم يحذرونهم، واجب على أهل العلم أن يحذروهم: ولكم ثواب الله خير. الآيات في النهاية: خسفنا به وبداره الأرض، كل شيء انتهى، كل الكنوز، كل المتاع، هو نفسه، كل خسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. يا إخوة، الابتلاء بالسراء ابتلاء عظيم. ابتلاء بالولد، حمل المغيرة، حمل الوليد بن المغيرة أبو خالد بن الوليد وكان كافرا على أن يطغى. قال الله تعالى في كتابه الكريم في سورة المدثر: أن كان، أو في غير من السور: أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. لما أعطيناه مال ومددناه بالأموال، يقابل هذا، يقابل هذا بقوله عن القرآن أساطير الأولين: أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. أن أنعمنا عليه بالمال وبالبنين، هل مقابل هذا الشكر؟ وكذلك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة في الحديبية، عند الحديبية، فجاء مطر غيث بإذن الله من الليل، فمن الناس من يقول: مطرنا بنوء كذا ونوء كذا، ومن الناس من يقول: مطرنا بفضل الله وبرحمته. طيب إذا كان الرزق ما جاش من الأصل، أحسن لك يا من قلت مطرنا بنوء كذا. فقال النبي: أصبح، هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: إن ربكم قال: أصبح من عبادي مؤمن به وكافر. فأما من قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فهذا مؤمن بي وكافر بالكوكب. حين يكون الشخص ما في رزق، لكن إذا كان رزق يعصي به أحسن كده. يعني هؤلاء الذين قالوا مطرنا بنوء كذا ونوء كذا، لو لم يأتي المطر لكان أفضل لهم، لكان أفضل لهم. أحيانا امرأة يرزقها الله بمال، من أي ناحية؟ مكافئة نهاية خدمة، أي حاجة، يجي لها مال كثير،
طيب المفروض تقول الحمد لله تشكر، لكن لا تقول ما لا يضيع، أضعه في البنك وأخذ الفوائد الربوية. يعني يا ليته ما جاء، لأنه أصبح عذابا عليك الآن. هل المجيء كان أفضل أو عدم المجيء كان أفضل؟ أحيانا شاب فقير ومسكين يأتي رجل طيب ثري يشوفه مصلي في المسجد، يشوف يرى هذا الولد مصلي في المسجد، تعال يا ابني، انت ابن من؟ انت ابن كذا، ابوك مصلي وانت مصلي، خذ هذا الهاتف هدية مني لك، استعمله في الخير، استعمله في الدراسة. يأخذ الولد الهاتف ويفرح ان الهاتف عليه تفاحة، يعني مش عارف اسمه اي ايه، اي ايفون ولا ايه، مسك الايفون خلاص، ما يعني كما يقول المثل المصري يقول يا دنيا تهدم عليك أدي. يبدأ يجي في وسط البنات ويرفع الايفون من ناحية التفاحة حتى يخدع به بنات الناس ويتصفح الصفحات القذرة. فهذه النعمة هل شكر؟ لا، بل كفرها، بل كفرها وسيسأل عنها يوم يلقى الله. ممكن واحد تزل قدمه ويغفل أحيانا لكن يرجع بسرعة. سليمان عليه السلام كان عامل ما يسمون الناس الآن عرض عسكري، وقبل أن يرزق بتسخير الريح وتسخير الطير، فكان عنده خيول سريعة جدا في منتهى السرعة، وصفاه الله بأنه الصافنات الجياد، في غاية من الحزن تقف على ثلاثة أرجل والرجل الرابعة منثنية للانطلاق السريع. فوقف ينظر إليها معجبا بها، شغل بها عن صلاة العصر. مصيبة كبيرة أن تشغل عن ماذا؟ صلاة العصر، الصلاة الوسطى، حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى. في شريعتنا الرسول يقول من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، الذي تفوت صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، كأن كل رجع من العمل قال له كل فلوسك اتحرقت وكل أولادك وزوجتك كلهم ماتوا، لتستفوتوا صلاة العصر يا ناس. فماذا كان؟ شغل عن صلاة العصر، استدرك بسرعة. إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، عن خيول حتى توارت بالحجاب، الشمس غربت، ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. بدأ يقتل فيها يمينا وشمالا، فطفق مسحا بالسوق والأعناق لكونها شغلته عن ذكر ربه تبارك وتعالى. أيها الإخوة، النعم تفتن إلا من رحم الله، النعم تفتن إلا من رحم الله. انتبهوا، الابتلاء يكون بالسراء كما يكون بالضراء. واحد ترقى في الوظيفة، كان مع زملائه متواضع على نفس الدرجة ونفس المرتبة، كلهم على الدرجة الرابعة الدرجة الخامسة، ترقى من بينهم، بدأ يتكبر عليهم ويتجبر عليهم ويظلم هذا وينتقم من هذا، ظنا أن المنصب سيدوم. لا والله أبدا، بل كما قال القائل لو دامت لغيرك يا ابن آدم ما وصلت إليك، وكما قال الرسول أفضل من ذلك، إنه حق على الله لا يرتفع شيء من أمر هذه الدنيا إلا وضعه الله، ما في شيء يرتفع إلا يوضع مرة ثانية. فيبدأ صاحب المنصب خاصة إذا كان عسكري ترقى الضابط، يبدأ يهين زملائه العسكر ويزلهم ويهينهم، وعلى لحظة بالتليفون يأتي فصل من العمل، يجلس ذليلا في بيته. لو كان يراقب الله ما اهتم بمنصب أو غير منصب. فيا أيها الإخوة، أسأل الله أن لا يطغينا ولا يطغيكم، لا يطغينا ولا يطغيكم. كل واحد فينا مبتلى بما هو فيه، الغني مبتلى بغناه، الصحيح مبتلى بصحته، الجميل مبتلى بجماله، صاحب المنصب مبتلى بمنصبه. وأختم بالتذكير بقول الله تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، الغني فتنة للفقير، الفقير فتنة للغني، الغني يزدري الفقير ويحتقره فيفتن، الفقير يقول يا رب لما جعلتني فقيرا وهذا غني، يحسد. الدميم فتنة للجميل، والجميل فتنة للدميم،
وهكذا كل الناس فتنة لبعض بعض. فتاة تزوجت لم ترزق بأولاد، تبدأ تعيرها الأخرى، لماذا لم ترزق بأولاد؟ رزقت ببنات، تعير صاحبة الأولاد. بعد كده الولد من الأولاد شلل، أو الولد يعق أمه وأباه، وتكون الصابرة المحتسبة أفضل. أيها الإخوة، لا تغتروا أبدا بما أنتم فيه من النعم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال بعد أن يتجاوز الناس القنطرة ويتجه في الطريق إلى الجنة: وأصحاب الجد محبوسون. أصحاب الجد الفقراء خلاص، حملهم خفيف، ما عندهم كبير مال يسأل عنهم، لكن أصحاب كما قال الرسول: يدخل فقراء الجنة، فقراء المهاجرين الجنة قبل الأغنياء ب 40 خريفا، في الرواية بنصف يوم. وأصحاب الجد، أصحاب الغنى اللي جمع ملايين ومليارات، محبوس واقف: تعال، من أين أتيت بالمال؟ فيما أنفقت؟ هل شكرت أم لم تشكر؟ أصحاب المناصب محبوسون، كل يحبس من المنعم عليه حتى يسأل: من أين أتاك هذا النعيم؟ في الدنيا قوانين اسمها: من أين لك هذا؟ لكن نجيب عليها: ومن عند الله، رزقني الله. لكن يوم القيامة: من أين لك هذا؟ أكلت حرام، غششت، ظلمت، شكرت، لم تشكر. ففي هناك قوله تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. إن الرسول قال: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، يرجع اثنان ويبقى واحد. على باب القبر: ارجع يا فلان يا فلان، الأهل يرجعون، ارجع يا مال، ما في مال يدخل ولا أهل يدخلون معك في القبر، عملك الذي عملته الذي معك في قبرك. فحرصوا على صالح العمل، وقدموا شكرا، ولا تغتروا، وكونوا متواضعين. فالذي أعطاكم قادر على أن يسلبكم ما أنتم فيه، الذي أعطاك الصحة قادر على سلبها منك، قادر أن تعمل حادثة وأنت ماشي بالسيارة المرسيدس تتباهى تصبح مشلولا في المستشفى، قادر على أن يجعل ولدك عاقا بك، قادر على كل شيء. اشكروا الله، اشكروا الله، لئن شكرتم لأزيدنكم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. والشكر له صور: أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي، بيدي أشكر الله، ولساني أثني عليكم، أثني على الله، والضمير المحجب من قلبي أتمنى لكم كل خير. هذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.